<applause> رئيس الجمهوريه في حملته الانتخابيه ومواقفه السابقه للمنصب يرى انه يجب ايقاف العمل بحاله التوارئ في تواليه للحكم قام بتجديد حاله التوارئ وبالعكس طبق فصول من حاله التوارئ هذايا كما مثلا الاحتجاز القسري وما الى ذلك دونك الاقامه الجبريه مثلا نحكي كيف كيف على من الوعود اللي مشى في <applause> عكسه في عكسها دونك <ولا. تصفيق> <applause> نحكي كيف كيف على احترام القانون وتطبيقه على الجميع <applause> اللي نراو اللي فما برشا تجاوزات فيما يتعلق باحترام القوانين القانون وتطبيقه على الجميع نحكي ونراو أن فما مواطنين على تعليقات موجودين في السجن على خاطر عبروا على ارائهم هنا مثال جوست م... نتفاعل معك في النقطة هذه مثلا فما شكون يسمع فينا نجم يقول لك هنا هذا دور القضاء ماهوش دور رئيس الجمهورية. هنا نجيو للوعود المتعلقة باستقلالية القضاء. دونك نلقاو أنه رئيس الجمهورية تعهد في الحملة الانتخابية كيف كيف أنه يحافظ على استقلالية القضاء. نلقاو أنه سنة صار كونكريتمون دونك تم حل مجلس على القضاء عوضناه مجلس على مؤقت. المجلس هذا فيه عديد من الشغورات في رئاسته وفي الأعضاء نتاعو ما ينجمش يلتئم. دونك شكون قاعد في القرارات ومن شيرة أخرى قيس سعيد رئيس الجمهوريه مدد في صلاحياته دونك اعطى روحه صلاحيه اعفاء القضاة مباشره بدون واجب التعليل دونك ما يعلل ما يعللش عليهش اعفاء القاضي هذا دونك احنا نراو انه القضاء غير مستقل القضاة في حد انفسهم مهددين من السلطه والمواطنين مهددين من القضاء